السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. كي العادة نتقابلوا 8 متاع الليل في لايف كل يوم تقريبا، عندنا حوالي 2 أسابيع توا كل يوم نعمل لايف تقريبا، مجهود كبير إن شاء الله، لكن التفاعلات متاعكم أكيد هي اللي تخلينا نشدوا صحيح ونكملوا. شكرا لكم الناس الكل على التفاعلات والمساجات والليزابوني اللي قاعدين يزيدوا للكونت انستغرام وإلا حتى للشين يوتيوب، بارك الله فيكم. تنجموا تابعونا كما قلت على الكونت انستغرام، تلقاو فيه يعني شير اليوتيوب، تلقاو فيه لي انترفيو للكل اللي تحبوا عليهم، برشا تفاعلات البارح على الانترفيو خصوصا تاع منوبي الحديد، بعد الكلام اللي قاله منوبي اكيد حقائق تنشر وتتقال لاول مره من منوبي حديد. تلقاو الانترفيو هبط قبيله شويه على شين يوتيوب، تنجموا تتفرجوا فيه في الجزء الاول، وبعد اللايف اكيد على 9:30 حوالي 10 يهبط ان شاء الله الجزء الثاني من الحوار اللي برشا طلبوا وسالوا وحبوا يتفرجوا فيه. على كل اليوم نبدلوا شويه الاختصاص، نبدلوا الاختصاص، نجي نحكيوا شويه هونت مع لاعب المنتخب الوطني التونسي رفيق باشا ولاعب النجم الساحلي، باش يكون ضيفنا بعد شويه اكيد تستنوا فيه الناس الكل. باهي، يعطيكم الصحة على الحجامة، ما ننساش الناس الكل لاحظت بدلنا هكا شوية الحجامة، برشا عملوا دور مارك على اللحية سيدي، هاو كان حيناها اللحية، ويعطيكم الصحة الناس الكل. على كل كما قلت لكم بعد شوية باش يكون معانا رفيق باشا أكيد، قاعد نشوف مساجاتكم الكل، بارك الله فيكم الناس الكل على متابعتكم سواء على الفيسبوك ولا حتى على الانستغرام ولا حتى على اليوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت حوار رفيق باشا إن شاء الله تلقاها غدوة، وحوار البارح تلقاوه اليوم هبط على اليوتيوب، تنجموا تتابعوه في عقلكم وتمو نحبوا اكيد تفاعلاتكم في الشين يوتيوب، قاعد نقرا فيها ونشوف فيها، بارك الله فيكم الناس الكل. مثال تبعثوا لي حتى شكون تحبوا نجيبوا في الايامات القادمه، واكيد الملاعبين تقريبا الكل كلمناهم، فما اللي رفض الحقيقه، فما اللي قال خلي اصبر شويه في الايامات الجايه، ان شاء الله باش يكونوا عديد الملاعبين ان شاء الله تحبوهم باش يكونوا معانا في الايامات الجايه. لكن فما مشكله حقيقه، فما برشا ملاعبين تطلبوا فيهم ما عندهمش انستغرام، خصوصا الملاعبين القدوم برشا ما عندهمش انستغرام. ان شاء الله كي ترجع دايما نحاولوا نجيبوهم في الراديو ان شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل. دونك التحق بي رفيق، شفته دخل، ادخل رفيق في الديريكت كان هكا. ان شاء الله ان شاء الله تجاوبوا ان شاء الله، ولو انه برشا قالوا لي الكونت اللي قاعد يكومونتي هذاك فو بروفيل، لكن ان شاء الله نشوفه جابوا الحقيقي، ان شاء الله نشوفه في الايميل الجاي. رفيق ما عرفش كنت تسمع فيا، ادخل رفيق. وين حجامت الحقيقة؟ اخويا حجام هو قام بالواجب. نحاول نتواصل مع رفيق، ابرا ما فهمنيش، لا هو في الديريكت. سعد بقير اللي قال على سعد بقير وهيثم جويني عملنا معهم حوارات، تنجموا تدخلوا في الشين يوتيوب تلقاوها فرديو، ما مش لهنا.
دونك نستنى يلتحق بيا رفيق ابارامون صار غلطة ولا حاجة هكا، طلع هو في اللايف بعثت له ميساج ما عرفش، ان شاء الله يكون بحذر. رفيق تاش تدخل فينك رفيق؟ سلام صباح صباح الحمد لله، شنو حالك انت؟ هاي لحظة خلنا ركح التليفون، هاي ركح امورك وقل لي. هذه لحظة برك. صباح خويا. والله الحمد لله يا اخي، طلعت انت في الديريكت؟ حسيلو وانا دخلت في بالي باش نبعثك لك انت يا اخي، انت ديجا حسيلو. لا يا مش مشكل. سافا شنو الامور؟ سافا شنو الدنيا خويا، هاني ركوشي ركوشي في الدار. يا كاو صح عليك، في الدار تخش؟ اش خرجني خويا، ساعات نعمل فوتينك سينو ولا اكثر نترينا في الدار معني. فهمت. خرجت وين عندي الكلاب نخرج نعمل بيهم دور، هذيك ما فماش حاجه اخرى. وين تحوس في البحر ولا وين؟ بسكل لا تعدى في الحومه غادي. وين ما تخافش خويا، يشدوك ولا حاجه، كورونا وحاجه للعبيد. معايا صاحبي معزز، معايا تعزيز. شكون معك؟ شكون؟ بالكلاب. فهمتك تكاو. اش عندك كلاب؟ عندي اكيتا شوشاو وبيكينوا صغيره معايا. فهمتك، عامل كيفك بيهم؟ والله كيك يا صاحبي، يقصروا الوقت سيرتو البريود هذيا، تلهيت بيهم اكثر عرفت. اي وتعاون في الدار ولا ايه؟ نعاون والله ما نكذبش عليك صاحبي، ضربات خفيفه معناها. جمله تعبها الوالد. والله ليه، والله ليه، بالعكس ما شاء الله. انا واخواتي معناها كل واحد يديد، فهمت. فهمتك. باهي، كيفاش تعدي النهار مع بارا سبور والكلاب؟ بون، هو نهار فيه واحد ولا نهار مقلوب عرفت، نوم صاحبي ولا داخل بعضه. دونك هذيك هي شويه سبور. عن ماك تعرف صاحبي، المزيكا والدنيا ذيك لازمه في الدار. كهو الفوضى لازم في الدار. الجيران ما هدوش عليكم مازالوا ولا شيء؟ عاد سنين الله مستانسين بينا، بالعكس كي نبقاو نهار ما نعملوش خويا شويه فوضى يدقوا علينا. كهو تبرفوا ولا هكا على الجو برا؟ هيك منه فيه، نحط مزيكا نبرفوا عليها، اللي هذا ينتج على روحه فهمت. اللي يقلق يهبط ماتريال بارتو ما شاء الله لوت. دونك انت وطارق وخوك داخل رأفت هاي كهو وحدكم؟ وحدنا معانا صغار طارق، الكلاب، الناس كل حاسيله. ساعات تهبط امي تعمل بوك وامك مازالتوا ما هبطوهمش؟ لا امي تهبط، بابا حاسيله يسكر على روحه الباب. ماذا بيه اخويا نطيروا احنا وماتريالنا ودنيا. اسمعني، في باش نثبت معاك في حاجه، في بالك كونت انستغرام انت اكثر حد يتبعوا فيك في ملعبيه الهوند؟ ما نعرفش، ما نورمال. اي خاطر دخلت شفت الكل، انت عندك اكثر واحد. شنو هي الحكايه، شنو هي السر؟ فما حتى سر خويا. انت ناشط برشا ولا العباد تحبك انت اكثر من الناس الكل ولا كيفاش؟ والله ليه خويا، الاولاد الكل خويا، الناس الكل تتبع فيه. ماما يمكن انا مش عارف، يمكن بالك انا اخوي انت انستغرام ليه بيه اكثر من الجماعه. فهمت. وش عامله فيك الكورونا اخوي؟ لاباس الدار انت لاباس؟ يعني راك شايلها في الدار، انا نتبعوا كل الناس الكل، ما فماش حتى حل اخر اخوي. ان شاء الله ربي يخرج علينا تريبيان تو، خاطر بالرسمي تخنقنا. تستر ربي وكوك. صحيح، هذا كان واحد في الدار تخنق. والله العظيم يا صاحبي تخنقت على الاخر. قلت لها صابون وجيل وحكايات. ايش قلت لي؟ قلت لها صابون وجيل وحكايات. كي الناس الكل صاحبي. معك امي هكا قريب واحد تبدا تدوش له بالجفال. انت ظهر لي اول ما بدات الحكايه عملت جيست حلوه برشا في منزل تميم. عملتوا مساعدات، لو كان حكينا كيفاش جات الفكره هذه وشو عملتوا بالضبط. بون
عندي صحابي حاسيلو، فما طفلة نعرفها قالت لي راهو رفيق، علاش ما حكيت انا وياه حاسيلو كل مرة خاطرك نتاع اللي عانيت ودرا شنيا كذا، ما تنجمش تلم الحكاية معناها باش تتلهى انت وحدك، دونك لازم تشوف معك عبيد، فهمت سلامة حاسيلو. دونك كلمتني تفهمنا، قلنا علاش ما نعملش كدي فيه، فهمت اللي برشا عبيد قالوا عرفتك اللي تو باش تعاون، ما تنجم تعاون معناها من غادي لغادي، نجم تعاون اي واحد فينا ينجم يعاون من غادي لغادي، هي ماهيش معناها تاعكم كواراني عاون، فهمت اللي باش يعمل خير يعملوا ربي، هو كيك متفاهمين صحيح، لكن لا مثلا كيف كنت العباد تحبك وتتبعك حتى كي يشوفوها من عندك، كنت العباد تعاند تولي فيك وتولي تحب تعمل كيفك دونك وتعمل انا شو عملت؟ انا عملت اكيد فيه باش خاطر العباد تولي معناها تمشي معناها اكثر، فهمت؟ دونك اخترت عبيد معروفين اللي هما باش يدخلوا معاهم عبيد اخرين، فهمت؟ وما شاء الله مشيت الحكايه. انا معناها معايا اخترت زازه وعايش عطيه وزياد بوغطاس وعصام رزيق وسامر ماتوس حاسيلو، ما شاء الله جابوا برشا برشا برشا، بعد ولد ومي مطالب خوله سليماني كريم الغربي كلهم كلهم كل دخلوا حاسيلو برشا برشا. كل واحد في حومته ولا كيفاش بالضبط؟ مثلا انا تلهيت لهنا منزل ميم الاكثر واللي قراب لي، فهمت؟ فهمت. ولا مع فما معناها مع الجمعيه، انا مش هكيك مش وحدي، فهمت؟ ترحم الجمعيه حاجه هكا، جمعيه في تونس اسمها جي سي زي نتاع دي جون، زاد مش معناها جمعيه كبيره، اما في البريود اللي بدينا فيها مع بعضنا ما شاء الله معناها كبرت وتعرفت بالكدا، فهمت؟ خاطر عبيد ثقه عرفت دي جون وكل وما شاء الله مشيت لحكي اخويا الحمد لله، واحد حاجه يعني باللي يقدر، فهمت؟ ماشي حاجه كبيره، ما دي في صغير يا اخي كبر ومشيت لحكي، فهمت؟ خويا يعطيك الصحه وبارك الله فيك. اقل حاجه اخويا واحد مش مطالب باش يعمل حاجه كبيره، ما هكا وما يتحرك يتصرف. اسمعني انا عندي تو جمعتين يمكن ولا ثلاثه نعمل كل يوم بريسك لايف. خويا قاعد دقها في لي كومونتير اول مره نلاحظها، اللي كومنتير الكل بنات ونشوف القلوب تتاير. خويا القلوب اللي كنت هذيك، لا لا خويا قلت لك انا ثلاث جمعات اليوم اول مره خويا. لا القلوب اللي كنت يا صاحبي هذيك حجامه جديده، نعرف عاد شكون اي اه الحجام نعرف شكون ديجا. اي خويا خويا ماك تعرف مستحق انت صاحبي ما شاء الله العائله. والله والله هكاك وعندي قداش نحصل فيه هيك هاو هاو كبح ذيك. انا كبار خويا اختي قلت لها امشي لحيه تو حاسيلو لحظه لها هزت لي وظن اي كانت تحب تنبعث لك للدار كانت تحتاج. اي سافا سافا انا مع الناس الكل خل نحسوه التشرد نحب نحسوه باش الواحد يكمل وياخذ. اي انا طولت برشا مش نورمال غاوف وليت خايبه اصلا وشيت يس هيك هو صاحبي لاباس لاباس. باهي المفتي مازال كيطلع برامون رمضان نهار الجمعه، رمضانك مبروك ورمضان الناس الكل ان شاء الله مبروك. ان شاء الله اخوي رمضاننا مبروك الناس الكل والعبيد اللي تتبع فينا والناس الكل الناس الكل. هاي بدنا نحكي كورة اخوي، احكي لنا شوية كيفاش بديت في منزل تميم. بالله جست باش نلقاك الولاية زياد بوغطاسة حتى انك الوجه اللي يضحك. اي بعثت له ميساج زياد خايف ولا شنو حكيت وابارامون نقول له اكبس روحك. يا بوغا صاحبي راه جايك الدور حاسيلو اش عندك فيه؟ والتومي خلي زيد وجه اخر يضحك تو نقول لك فيه. والتومي قل لهم قد يسال سؤال قلت لهم قايدوا السؤال هذاك سي بون نساله له. يا تومي خليك مريقل انت صاحبي انت وكا بوغا حاسيلو دوسياتهم عندي خليهم رايدين هذوكم قول لهم ريقل. اعطينا 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 شويه سكوبات اعطينا عزوز كون. لا والله اصحابي اصحابي اما اسمع قرب لبعضكم جوات تيتوار فوتو هوند معناها تاع اللي شوكم حتى بس تخرجوا من بعضكم وانتو بغطاء ظهر لي ورزيق وهيثم قيرات هاي هاي الاولاد كل اصحاب في بعضنا فوتو هوند وفولي باسكيت معناها نعرفوا بعضنا برشا فهمت. سوسة مش كيما تونس سلام فهمت، تونس ما شاء الله كبيره فهمت صحيح. عرفتك اللي دور بريسك معناها ديما تقابل انت ويا سواء في الصاله ولا البرة جوارات الفوت معناها حتى في القهاوي ولا معناها الناس الكل تعرف بعضها وتمشي تمشي تفرج في رايح الفوت. مشيت مره انا هالماتش
ماتش يظل لي ماتش ستاد حاسيلو قبل ماتش ستاد تونيزيان في غادي في سوسة، فهمت؟ قبل اسمعني، انت ما حبيش تخرج دوسيات او التومي خويا بدا يخرج، قال يتصل هو بعثكم مسهريات وقال بين هالدنيا غادي. يا ديز يا تومي يا ودي ديز يا حشم، هذاك شاد فرنسا سنة عاد نقصة، كان جهاد جبلها يمشي يدخل او كذبك جملة جهاد اش عندك فيه هذاك زاد مش دوسيات عندك. يعطينا اعطينا حويجات رفيق، اعطينا عليهم كل لاعب تفرشهم منين. لا لا يا خويا محليهم محليهم، نحبهم نحبهم ما نلمش ما نحبش فيهم. انت خايف ليش يدوك التلافة؟ لا والله لا شيء، لكم ديما اخويا مدين وجوه ماما ما حسبك مش تتكلم هنا توا صاحبي. ايش عندك فيهم ايش عندك فيهم؟ خليهم خليهم يسيخوا. سيرتو تومي تغرم باللايف الايامات كهو هكا والله تبدا حسيله هكاك بشويه من بعد خاطر العباد تولي تطلب، فهمت؟ العباد يزي قلقت من وجوهنا في التيرانات، فهمت؟ تحب تشوف العبد حياته الخاصه كيفاش، تحب تعرف شكونه. فما نهار غدرني هو عامل لايف، دخلت نتفرج انا، يقول هكا ينزل يدخلني ديريكت وانا راقد حالتي حليله غادي في الفرش، نلقى روحي كنلعب نتفرج هكا. كاو صاحبي احكي لي كيفاش بديت في الجمعيه، ما نزلت ميم وبعد كلوب هذا ولا اسبيرونس، احكي لي من الاول كيفاش بديت الحكايه. برشا عاد ما يعرفوش اللي عندي عام عملته في الاسبيرونس. بون بديت في ما نزلت ميم، ولد ما نزلت ميم عرفت استناني خلينا نشوفك الجهاد بالله تلهيلي انا ما نجمش نقرا ونتكلم. اي اي قال لك جهاد كلهم دوسياتهم كان انت جوك به صحيح. بوغطاز دورها التومي قال لك قالك ما عنده ما يعمل، فما وحده هو فرنسا هو خوف قال لي. لا لا تومي روح هوني في سوسة. ما عادش فرنسا؟ لا روح بريود هذي لهنا. باش تشطح الليلة ولا خلينا نمشي نتفرج في نرمين؟ حاجة قول دونك. بديت في منزل تميم، عملت ليكول ومن بعد هيك يظل لي عام يعني. اسمعني في منزل تميم احكي لهم قداش كنت ملاعب يعني. خويا جينيراسيون تاعي عاد انت 89 بس هذاك ملاعب برشا كنت. خويا ما شاء الله عليك اقعد في الدومين سبور انت سامي. ما نجمش نبعد على الاقل خويا تاعب برشا في الهوند، خلينا نبقى من جهه اخرى ندخل. خويا ما شاء الله شكون عندنا اخر زاد برشا. مصطفى بن فضل وصل، اللي وصلوا سينيور مصطفى بن فضل. شكون اخر؟ ايمن ريدين شويه معني كما نقولوا في الاسبيرانس ولا في الكلوب ولا في الايتوال معني. مصطفى بن فضل كهو اما ما شاء الله معني عندنا جوارات باهين الكل والله دوماج سليم معني هاك شوف الجمعيه اخويا. شكون اكثر واحد كنت توقعته باش يوصلوا ما وصلش؟ في منزل تميمه في جينيراسيون ذكر وقت ليكول و انا يمكن جاوب صاحبك خاطر خويا جور البيران الواحد البار حاسيلو جمعه على جمعه يبدلوا البار في الواحد في التيران الكاج كسروا يتفرج جوه وين؟ جو في الحجر الصحي عاد جو في سسمه في جربه جيم السعوديه اي صحيح يروح صحيح تو الاولاد حاسيلو قالوا لي ما ننسى اسامي ماهر قال لي البكري اي البكري شكون وسيم بن هلال زاد العب في الليتوال اكبر عاد وسيم اكبر عاد 86 وسيم اي نحكي اي اكبر مش عن الناس الكل اي صحيح الجينيراسيون تاعي البكري مصطفى قيس كان ملاعب يا قيس قيس كان ملاعب يا خويا كان ريير ما شاء الله عليه برشا حاسيلو ما كملوش هكا هو سبور لازم الدوام مسلم كما تعرف والخدمة زاد صحيح برشا خدمة والدوام مش ديما باش تلقاها مسهلة فهمت صحيح يبغى نحكي لك هذا بديت منزلت ميم عملت عامين يا حتى المينيم كدي هكا مينيم حاسيلو من بعديك مشيت حاسيلو عملت كي ايها الناس حاسيلو وقتها انا ما غزني خويا قال لي راه فما تستويت عمي زاد وقتها يعرف فما تستويت نتاع الاسبيرونس مشيت انا وجوهر زاد كهو عملت تيست قعدت مشكلة قبلوني صغير انا حاسيلو يا ودي كنت ساعة ما نحكي لكش على بدني
تي تعرفني انت صحيح ديجا. من غير ما تحكي لي نعرف. صحيح. كنت تينوي ما يلقاو لي تينوي كان بالسيف. كهو مشيت عملت تيست قبلوني، اما مشكله الاوراق فهمت وقتها ما نجموش، لازلت مي وقتها عسيل وليت ميسي ما عادش. اي نجحت في التيست ديريكت في ليسبيرونس. اي قبلوني وقتها، قعدت حسيل ونهارين معناها تيست عاود رجعت من غدوه. كهو اما قعدت عام وقتها ما مانيش مصح فهمت. فهمتك. نلعب نترينا وكهو فهمت. سينو شنو اللي خرم بعد؟ عرفت العام هذاك بقيت مع خويا، خويا يقرا غادي دونك بقيت ساكنه معاه. صغير بلاش عمر في كيلومتر ويت خويا في تونس، انا وخوك تجو ضايعين ضيعه كهو عشيري. دونك بعد ابارتير من وسط العام عرفت فما جماعه من الكلوب في بالهم بالحكايه نتاعي فهمت. بسك عمي عنده صاحبه لونترينور وقت حبيب غرسلة. عمك شكون سا؟ عمي محمود. باه عمي محمود، الناس اللي ما تعرفش محمود باشا معناها ديريكتور تكنيك قبل نتاع فيديو نتاع الفوت يعني. فوالا دونك يعرف هذا صحيب ولا حبيب غرسلة اللي هو معناها وقت اونترينور يعني كادي في الكلوب فهمت. الاسبيرونس ما حبش يدفع فلوس معناها فيك. الاسبيرونس وقتها فما مشكل ديجا نتاع بلايص وصغر راه وسلام مش كيما ابريتو مينيم ولا شكون مشيت له بيك فهمت. ما زلت ميم قال تعال فلوس والاسبيرونس وقتها ابريتو معناها ديما عندهم البلايص فهمت. معناها انا يقول لك هاك يقعد غاديك هاك معانا حتى اللي انت ونفضوا الامور، وقعدت كل مره تتمهط الحكايه عرفت وانا مانيش فيها ماني نترينا هاك هاو فهمتك. ما تفضلتش ما خطفتش كا وقتها ديجا دخلت اون كونتاكت مع الكلوب، مش انا دخلت لمحل خويا عمي درشنية انا راني نتبع. كا وخويا قالوا لي باش يركحوا لي اموري كل خاطر الاسبيرونس وقتها ما كنتش عندهم فهمت. هو عام جوست انا ترينيت وكا قالوا لي راه سكنوك يشوفوا لك قرايتك كل شيء. ومشيت خويا ما فهمش علاش ما نمشيش. معناها الكلوب هذا معناها الكلوب تحكي اي على الكلوب وتفهم ما زلت ميم ولا كي قعدت عام ما تلعبش معناها وليت ليبه هكا. لا صدقني اسلام هذا فما حكايه ما 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 معناها ما حبيتش نحكيها معناها عنده برشا فهمت توا ويعطي كبر ما شاء الله وكل سينيور ودرا شنو. اما الفلوس اللي دفعت يا اسلام خاطر وليت فما معناها حاجات ما في وقتها ما بالرسمي تو كي كبرت معناها وخممت فيها وشفت قديش دارنا تعبوا وفهمت وقديش بابا وامي ضحاوا فهمت. فلوس وقتها كل مره سي رئيس جمعيه معناها نتفكر وكل واحد هذاك يجبدوا فعل وربي معه الناس كل. وقتها انا صغير معناها نورمالمون طفل صغير ما تشدش فيه الباس فهمت. تي سي بون انا معناها نحب نحل جوين حين نحب نمشي نشوف حاجة ما خير رفيق ما بس كل واحد يشوف من جهته، لكن حتى الجماعة تقول لك عندي حق حطني عليك اللي انت طلعت معايا وانا وذيتك وكما نقولوا كوانتك ولا ايه عنده حق. ما انا شو لعبت ايكولك هاو فهمت. وابريتو معناها تحب تخرج انت جوار ديما معناها عندك تلوج ما خير تلوج ما خير فهمت. جمعية كبيرة ما زلت ما مش كيف زادة فهمت. فمش علاش انت باش تشد فيا سوبون تخليني عام كامل الساعة وما شدوا خاطر الأوراق ما حبوش يسيبوهم ميم با معناها الفلوس ديما يحبوا يطيشوا معناها برشا فلوس. الفلوس اللي طيشوا فيها يجيبوا بها جوار معناها قداش طلبوا فهمت. وانا مش عارف شي 12 مليون دون لو تون وقتها ولا فهمتك. دون لو تون وانا صغير مينيم تجيبوا بها جوار سينيور في التحت دونك قالوا في شي خرف وهذا فهمت. كهو من بعد خويا صار في الكلوب حاسيلو حكاو معاهم قالوا لي شوف كيفاش توصل معاهم الحل انت فهمت. ولات عرفت حتى بابا كل ولات معناها بالبونت وما يسالش انا تو بابا قال لي انا تو ندفع فيك تو ندفع فيك الفلوس زاده فهمت. الكلوب قالوا لي نوفروا لك معناها تسكن وتقرا ودرشنية وكذا وانت عاوننا كيفاش نجم تشوف الاوراق من غادي فهمت تلقى سوليسيون ودرشنية. كهو حاسيلو صدقني بابا دفع فيا فلوس
قديش تفعل رفيق؟ بس سايبه ما اعرفش، يمكن حكيت 4 ملايين. أما تضحية طب كبيرة، تضحية معناك. تضحية كبيرة بابا، راه نحكي لك انا معناها مقاول، معناها كي معناها توا مقاولة، مقبل بني عامل يومي عادي، فهمت؟ فهمتك، حب ما تحب يقمر عليك ويرهن عليك وعنده لا ثقة ما فيك أنت يخو، بخصوص لا معناها معناها. وليت اون ديغي، خاطر نتفكر معناها صغير، فما حاجات ما تنساوش اسلام. معناها امي هزتني، مشينا باش نحكيو مع وقت رئيس جمعية لهنا، مشينا له حتى لدارو، فهمت؟ نتفكر نغزر له معناها هنا كيفاش هو من الشباك، ومرته لها بتهبط لوطت انا وامي معناها ضربناها من قاع الدنيا. نجم الدين السيد وقتها. لا 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 قبل قبل حاسيلو، دونك نغزر له معناها كيفاش من فوق، ومرته تعبت تقول لنا راهو ماهوش هوني، فهمت؟ دونك فما فهمتك. حاجات ريت ما يتنساوش، فهمت سلامة؟ هذه عندها معناها نحكي لك انا صغير صغير ميني نعرف ايه، نعرف ايه. ايه كهو خوي. دونك اش صار، اش صار من بعديك؟ دفع فيا بابا فلوس تقمير اخويا كما قلت انت، كهو مشيت لتونس كل يوم بالحق نتاع ربي تلاو بيا. خلي باي من قبل ما نمشيو للكلوب، خلي نسألك على منزل تميم اليوم، ظهر لي وضعية صعيبة برشا الجماعة. صعيبة قاعد تنتبع حسير، وما فهمتش علاش انا مش برشا نتبع، اما معناها الحكاية ما فهمتش علاش العباد شادة صحيح كبشة في بعضها، معناها وقت اللي نورمالمون يقفوا مع بعضهم تي بلاد صغيرة، ولاد صغار باش يضيعوا فيها كيكة زايد حرام، عرفت؟ فعندنا جوارات ديما منزلتين، ديما تطلع في جوارات كبار جوارات باهية، سي دوماج صاحبي. وين تشوف المشكل معناه؟ شكون سبب في الوضعية هذه؟ مش عارف، يظهر لي يحبوا، فما يظهر لي زوز يحب يشدوا الجمعية، ومش عارف شنية الحكاية بالضبط، فهمت؟ فهمت. باهي، وصلنا لقطة مشيت للكلوب. مشيت للكلوب خويا جورجياني تلهو بيا، سكنت في البارك وقت سكنت مع جوار تفوت. شكون معك وقت؟ شكون معي نتفكر من اللي معناها وصلوا لعبوا سينيور، حمزة المسعدي، العكيشي زاد وقتها ولد الكلوب، شكون اخر؟ عبد الرحمن خياطي وقتها شاد جارديان في الكلوب، شكون اخر؟ برشا جوارات ملاعبية اسلام، وبرشا حاسيلو من الافريك. فهمت. باهي كيف كيف، حتى في الكلوب ما طلعت السينيور معناها. لعبت في الليجان وما طلعت السينيور. في الكلوب لعبت خويا ماتش بغالي سينيور حاجة هكا. لعبت، ما عرفت طلعت من جونيور لعبت في السينيور، فهمت؟ معايا ما ماتش يظهر لي ولا حكاية فارغة، فهمت؟ مع نابل هكا كان ماهيش غلط. مع نابل صحيت، وصلت نابل وقتها من غدوة ديجا عندي تشتغلك ماتش تاعك مع الجونيور. ميموار. ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله. ايه دونك من غدوة عندنا ماتش جونيور وقتها، يتفكروا بالقدية الولاد حاسيلو شويرف و يتفكروا بالقدية ماتش الجونيور هذاك من عليش غدوة، حاسيلو الأولاد الكل أنا وشويرف و عزيز لكحل بوغانمي خالد حاج يوسف شكون آخر عبد العزيز برشا عليش قاعد جوارات. يتفكروا، ها علاش قعدوا يتفكروا الماتش هذاك؟ الماتش هذاك علاش؟ خاطر هما بيتونا في 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 سسمه في حمامات، فهمت؟ بيتونا الجوليات جونيور، بيتونا وحدنا في حمامات، فهمت؟ ياك هاو عاد خويا ولا تربوخ فك الاوتيل نتاع اوتيل عادي، هو نتاع سسمه وقتها كان معانا مسؤول، فهمت؟ دونك قعدنا غادي، عرفت؟ مش مستانسين نبقاو في استاجات مع بعضنا وحدنا، فهمت؟ ياك هاو عاد خوضنا، وغدوة عندنا ماتش، انا ماتش معناها بالكدا مع حمامات، فهمت؟ لازمنا نربحوا كله، حمامات قويه في الجونيور وقتها، قويه بالكدا فهمت. هيك. هو تتفكر تكون فيها جلوز جينيراسيون هذيك؟ جلوز اصغر منا وقتها، اما جلوز مازال وقتها، مش نتفكروش وقتها لعب كونتري في وقتها، فهمت؟ باه كهو عاد خويا من غدوه ماتش كمروان يهلكم، عاد نحن باش نربحوا في الاخر، فهمت؟ ديجا رابحين دو بوان ولا حاجه والكره عندنا، جا حافظ يتفرج فينا حاسيلو محافظ لونترونور، نخافوا منه نحن، عرفت؟
كهو عاد جي حافظ تفرج فيك الماتش عمل لك كي سي شويرف الله وعلى وكبر سي شويرف انا وياه في وسط التيران قلت له مروان اسمع الكرة انا مبامبي في الكرة قلت له باش تشوفها قلت له مروان باش نطيشها فهمت نطيشوا كرة ونخوضوها فهمت كي مخاخنا صغار هذاك اش قال لنا مخنا عرفتها زعما فرحانين احنا بالربح ادري شنو في بالنا عدينا ماتش مش نورمال هاي الاربيتر زفر وحاسين الاخت في الكرة هنا ونشيحها في السماء هي هابطة وسي شويرف يخبط عليها ويعطيها اخويا بمشتة خوضني حاسين زعما عاملين جو فهمت تخلينا حافظ للفيستير حاسين في باله بشي يقول لنا يعطيكم الصحة ودرشنية كيفاش قال لنا هو حسيلو دخل فينا انا ومروان والولاد حسيلو سمعنا ما نكره قالوا عملتوا العار انت تلعب وقتها رفيق نلعب اي نلعب انت كنت انت والبغامي كيفاش وقتها كيفاش انت وسامة كنت وقتها في البوست وقتها كيفاش كنتوا ميتون ميتون وسامة عام 90 وسامة عام 90 اما طلعنا مع بعضنا سينيور فهمت اي حتى شوية في عام 90 زاد صحيت اي ثم مرات خاطر خلطوا 90 و89 لعبوا مع بعضهم ولا 89 88 حاسيلو كان تقبل لك هيك يخلطوا معاهم فهمت علاش ما قعدتش في سينيور في الكلوب ما سمعتكش بالكدا سامحني سلام مش قلت لك علاش ما قعدتش في السنيور في الكلوب في السنيور في الكلوب ثم وقتها ما شاء الله البوست هو معبي وقتها اما ديجا ما خرجتش هكاك عرفت ليك ربي كيفاه في الكلوب معناها ديما عرفت سلام وقتها نلعب على روحي انا ما عندي حتى حد وراي فهمت بلو اخرين فما حد مكاليك فهمت معني تلعب وتنزم وتفك بلاستيك ودرشنية وكذا اما وقتها حاسيلو هما سينيور وكبار باللي وقتها فما في البوست ماهر كريم شكون اخر وقت حاسيلو انا والبوغانمي وفما شكري بن سمير زاد انا تفكر حاسيلو دونك من الاخر اسهل واحد باش تجي في راسه الضربه وما بريتو معناها ولاد جمعيه وقدم فهمت مشيت بري رجعت للمنزل تنيم وقت فهذه هذيك احسن ديسيزيون خذيتو في حياتك والله ما هي سهله ما هي سهله عرفتك اللي عملته وانت الكل تصور انت والصغر وبوك دفع فيك فلوس وتشردت في تونس ووحدك حاسيل ونقرا وقتها في وسط تونس نقرا في ريد مارسي وكل شيء جديد عليا فهمتك ومترويت وكيران وهذوكم الكل دونك مركز مترويت الكيران تعاود فيها تحسك متلايع فيهم اوه خويا مش متلايع خويا معشش غادي معاه كا وصاحبي وين كنا نحن قلت لي رجعت لمنزل تميم علاش قلت لي صعيبه على الحكاية هذي طيبة معني انت بديت كل شيء معني تودانكو معني مزلت ميم صحيح جمعية كبيرة اما انت معني مزلت لك خطوة على السينيور سي بون صحيح حطيت ساقك بديت تنزل الحاجات اخرى معني سينيور تكور وبش اكيب ناسيونال ديما اقرب فهمت تحب ولا تكره معني قبل ما ميت لفتو النشرة وبالرسمي في منزلت ميم بس تمشي اكيب ناسيونال صعيب سينيور سيرتو مش قولتي حتى لليوم انا نتفكر عامين التالي اسامه بوسامه بطوله بتاع الشامبيون ما با عيطوا له في ستاج خويا ما قبل انا ذيك عشان عارف ما نعرفش من بعديك شنو اللي تبدل اما قبل انا معني ديما حتى منزلت ميم مش كيف يكلم معني يهزوا جوارات يهزوا الاسبيرونس ليتوال الكلوب مش عارف يعني تونس جماعه تونس كعبتين من الحمامات والسلام عليكم فهمتك اما كانت الاكسبيرونس ناجحه في مازلت مين بعد عاودت لانسيت كاريرك من جديد ولا كيفاش نجم نقولوا راني قلت لك صحيت عاودت لانسيت اخويا ماهي سهله كهو شدت بعضها وقتها صاحبي قلت يا شنيا معناها يا كان باش ندبر ونقول صحيح وفيه كل شيء
سينو صاحبي باش نشد صحيح وهذيك هي نتاع واحد يما انا بروحه يعرف روحه واش عنده فهمت خاطر انا وقت نعرف روحي لين نستحق نكور في السينيور بتاع الكليوب فهمتك وكي باهي تعلت وقتها عملتها ما زلت مين ظهر لي هذيك اللي كملنا فيها السادسه ولا مش العام هذاك تفكر حاسيل فما عوام عديتهم باهين في منزل تميم هما هذول ثلاث سنين يعني العام الاول بري هذاك من الكلوب يعني رجعت لمنزل تميم بعدك سي بون عاد دفعوا فلوس صححت عامين وقتها في منزل تميم دفعوا فلوس ولا كيفاش؟ ما عرفش المفاهمه هذول هكاك فيها فلوس ودرشنيه وقتها الكلوب وقتها ما معناها بلاصتي انا فيها برشا واني قلت لك فما خو زعبالات ما نحبش ندخل فيها ما نحبش نجبد امك زيد داك خلي كل واحد خويا يجبدوا فعل وربي معهم وكا ابريتو من بعديك صاحبي ياك كيفاش رجعت من الباب الكبير فهمت اي تحس قالت لك غصه حتى في قلبك بعد رجعت لها معناها خاطر معناها ضيعت وقت صحيح فهمت خاطر ضاع لي برشا وقت اللي كنت نورمال مو على بكري معناها نجم نكون في السينيور وفي ليكيب ناسيونال وكل فهمت اسمع هو في جمعيات الكبار ديما ود الجمعيه اللي يبدا يطلع من ليجون ديما صعيب باش يفضل روحه في السينيور مش كان انت حتى لليوم حتى لتوا معناها بدت ولا ما حل صحيح فما سلام فما برشا حاجات اخرى كانت قبل فهمتك ما تحبش تحكي فيها زيد بيه عم قلت عملت 3 سنين في مازلت مين بعد مشيت الحمامات كيف وصلت ضغالي طالع على الفوق مازلت هيك هاني قلت لك سلام كبشت معناها قلت لازمني معناها ما يمشيش هذيك كل شيء ما يمشيش خسارة فهمت خويا خدمت كاو خدمت مشيت الحمامات وقتها عملت عامين ونص هكيك خاطر حمامات وقت خلطت عليهم انا شطر العام فهمت لعبت معهم كوب دافريك في حمامات متفكرها فوالا والكونتاكت بعد من الكلوب كيف جاء كونتاكت ديجا وقتها حتى انا في حمامات العام الاخر وكلموني وقت الكلوب فهمت سفيان بن صالح يكلمني وديجا قال لي وقت الكلوب عندي اللي هزت رباعية وقتها وقت اللي خد بلاصه تنوى العياد خرج انا العياد صحيح وقت انور وحمزه المذبي يلعبوا وقتها ديجا كلمني وقت سفيان بن صالح قال لي نجم ناخذك تو فهمت نجم نتفاهموا تو على السنة اما معناها راك دوما باش تدخل ماكش باش تلقاه كيما مثلا العام اللي بعده معناها خاطر وقتها في البوست هما عندهم معناها كيما نقولوا قداش هما يخدموا وانا باش نجي السلام عليكم معناها لازمني سي نورمال باش تعرف شنو ياخذ شويه وقت فهمتك انا ديجا فانت كونترا معناها يساعدني نبقى عام في حمامات نزيد نشبع بالكوره فهمتك ستة شهور تعديهم تلعب خيمه قاعده على البنك ولا تلعب ميتون ولا تلعب جازين تقسم شويه وقت وبلوس هما زوز معناها كما نقولوا قاعدين يعديوا في سيزون باهيه والعام اللي قبله فهمت معناها في نفس ليكيب وقتها شاده روحها بالكدا فهمتك الحمامات ما قعدتش ليه معناها باش تخرج ولا حاجه والله حمامات انا وقت عامل كونترا فهمت سلام مش وفيك كونترا اي وقتها كلموني حتى على المعاوده باش نعاود وكل فما سي بون معناها حمامات زدت معناها شبعت بالكوره في حمامات وكهو حبيت نزيد فهمت او امل اي كمل ديجا وقتها معناها شطر العام الثاني تاع اخر عام في حمامات مشيت وقتها مشيت بريم على طوال وقتها المروك فهمت هزيتوا بطولة ظهري عربية كيكا حيت هزينا بطولة عربية في المغرب وقتها في اكادير وقتها ديك زدت وقتها معناها وليت حتى لطوال وقتها ديجا كلمتني وقتها وميم طبعا الكلوب معناها قبل لطوال مكلميني فهمت علاش اخترت الكلوب؟ بون لي كونديسيون الكلوب نعرفها معناها سليم فهمت الخرجه ديجا نتاعي اللي تعرفهم ما تعرفوش معناها صحيت والخرجه نتاعي
وقتها من الكلوب خايبة، فهمت؟ تاع معناها رانا معناها مرانا مستغنيين عليك. قد في بينك وبين روحك معناها. فوالا فهمت، رجعت خويا البيب الكبير خويا سفيان بصالح يعطي الصحة وقتها دخلني في الجو، الأولاد نعرفهم ديجا معناها مش مستحق باش ن، أما معناها حطني في دي كونديسيون باهيين، فهمت؟ فهمت. اما وظهر لي هذيك احسن بريود في حياتك اللي عديتها، رجع مشيت ليك ناسيونال وهزيت القاب و... صحيح صحيح، هذيك بريود باهيه ما تتنساش، وان بلوس حتى زاد من بعد مشيت للايطوال زاد فيها برشا برشا حاجات باهيه، فهمت؟ اي جوست مول خرج علي اش خرجت من الكلوب وفيها كونتراتورك وقتها عندي مصح عامين انا في الكلوب كاوس لي ما في كونترا ديجا ما فماش وقت ديجا ماكله بعضها في الكلوب سليم الرياحي فترة سليم الرياحي اي سي العام الاخر هذاك تاع سليم الرياحي ماناش خالصين ضربنا قديش حاسيل وماناش خالصين الاولاد الكل وقت ديجا الناس كل فانت كونترا الناس كل خرجت ما قعد حتى حد فهمت كاو ما كلموكش على البرولونغاسيون ما فماش شكون يكلمك هو هما فما حد معني فهمتك اصلا هما مشاكل الفوت مش لاقين كيفاش يلقاو لهم معني حل فهمت دونك حتى نحن الهوند ما فماش كون باش يعاود لك ما فماش كون باش يحكي معك فما سرات جماعي فما حد شيء بلوس انت عندك فلوس غاديك خليهم هو حتى سوفيا مصالح ما عادش وقتها شكون شيلتها وقت شكون حسين قندوره يظهر لي ما كلمكش حسين حسين تعرف وقتش كلمني وقتها مرة نتفكر وقتها في وسط العام قال لي رفيق راو باش معني باش نقعدوا باش نحكيوا على التجديد قلت له تمام معني وقت اللي تتفادى الأمور وكل حاسيله بعد أني قلت لك كليت بعض الدنيا عاد شامتك الهيئة في بعضهم وكل دونك ذيك عليش دونك جاتك الإتوال مشيت الإتوال فوالا دونك مشيت خويا هو اشرف السعفي مد وجهه مرحبا بك سي الشلبه تحيه لي سلام عليك كهو خويا شنو عليك دونك مشيت خويا وقت انا في ستاج في عند راه مع ليكيب ناسيونال حضروا الكوب دافريك اي كلمك لي تو شكون كلمك هو ديجا الاولاد صحابي معناها داخلين فيها الحكايه معناها سيف حميده وعصام رزيق هما معايا وقتها ستاجي كيب ناسيونال فهمت هما حبوا يجيبوك هما شو ما حبوا يجيبوني هو ديجا يعرفوا اليوم فانت كونترا معناها المسؤولين نتاع الاطوال وكله ديجا انا علاقتي بهم ديما باهيه قعدت من قبل فهمت من التورنوا اللي لعبتها معهم اي صحيت فوالا اسمه قال لك مش حمزه مش حمزه اخوي على عيني وراسي قال فيا كلمه بيه يا سي نورمال مش يسهل هو التومي قال مش حمزه اما ما لا حرب بين التومي مش حمزه يا اخوي صحيت في بعضهم دونك صحيت تمش زاد وقتها في الليكيب ناسيونال صحيت سي الشلبه زاد غادي زاد دونك الاولاد اصحابي اليوم معني سالوهم قالوا لهم اسكو معناها السيد هذا هما مش باش يسالوا كرويين معناها باش يسالوا زاد على الخاطر يهمهم كونه الشخص هذا يدخل في الجو ولا ما يدخلش والاولاد كلهم اصحابي فهمت شنو حكيت الشلبه طلعت الشلبه شنو باش يطلع طلعت كيفاش تقيمها البريود في الايتوال اي والله حويل هاو سي فراد سيف حميده جابك يا فراد خلي روحك خويا انت بعيد خاطر نفرت لك دوسياتك او بدا الدوسيات يخرج صحيح دونك أيه. كلموني المسؤولين ديجا نعرفهم يعني انا ما خليني قلت لك ما كلمه نتاع المغرب زياد ومين وقتها هما شادين فما اي زياد زياد ومين وحافظ وقت رويت بك علاقتي به وقت به يا دونك كلمني مشيت حاسيل دوما كملت ستاجي كيب ناسيونال طلعت لسوسة بعد نحكي هنا في كل شيء كهو معناها ما كانتش صعيبة الحكاية فهمت عبيد نعرفهم وان بلوس الأولاد أصحابي كهو ما طلبتش برشا وقت الحكاية فكرتني فيها في ريال شنو حكاية كمونية كمونية كيكا كلمة
الرعاد عصام الغليب يا اخويا ما احليكم يا اخويا ما احليكم كي تدخلوا تتابعوني تفرجوا فيا. عصام قال ما نسيش يا عصام قال انت وسيف قلت لاولاد اصحابي عاد شنو نجبد اخويا انا الليست الكامله نتاع الاتوال انا نسميهم شكون اصحابي توا قد عندك عامين ثلاثه في الاتوال السنه الثالثه انا صح 3 سنين. كيفاش عديتهم 3 سنين؟ انا واحسن عام احسن عام لول لول خويا علاش 2018 كيكا لول سلام العام لول معايا انا سنة الاخر فهمت. علاش هذاك احسن عام؟ خاطر هذاك ما شاء الله جاب برشا حاجات فهمت. وسنة دو سنة خويا كل شيء راك تشوف اي قبل ما تقف الدنيا قبل ما تقف الدنيا قبل ما تقف سافا معناها ديجا ريزولتا باهي اما مش كان ريزولتا معناها هي اللي تخليك جوك باهي فهمت. سيف حميد هذا اللي هو سبب النجاح قال لك باسالك برشا استنى باسيت له برشا اي هو عامل مزيه عالم زي باسيلي هو فهمتي ما كي يروح ياكل بونيا في خشمه فهمتي يقول لي هيك برا مشي كسر راسك انت وياه الكوره. اي شنو باش تكمل ليه كيفاش؟ هكا عصام رزيك قال لك المشان راه بيع في البطاطا ساعة عصام كان مشحنة اي ساعة عصام رزيك هذاك جبناه من ثانية من نابل فهمت خويا مع احتراماتي ليهم فهمت معناها العباد اللي تخدم في الواحد اما خويا اوزر كيفاش زاد معناها طورنا له في اموره استنى خلنا نرجع كان يضرب في الطماطم نية وفي الطافس وفي الواحد اي باش تكمل في الجوال ولا كيفاش؟ هزته خلينا نكمل ساعة هزته فهمت مازال شربوا باش تعطيه محلول ناس الخير خويا عملوا فيه مزية فهمت هزوه السوسة لبسوه تينو هو يعرف يجري شوية فهمت قالوا له هاي كورة واجري بها برتع بها راتم يسأل على سيكي بون سيكي بون راهو ريكس دراوي اسمع تلموا بيك الولاد مزمر عليك وبان اسمعني يحكي على التيتروات الساعة قالك قلت لي انا هزي تيتروات انت تتفرج فيه يا ودي ما نحبش نثبت خاطر انا توكي اخويا نكور معاه دوك ما نحبش نثبت التاريخ قداش باكل من عندي هذاك فهمت اسمعني اعطينا الصحيح انت قداش هو قداش تترويت تحكي على الواحد على تترويت لا يظهر هو هز اكثر مني خاطر في سوسة عنده برشا فهمت اما انا اخوي التتر متاعي اقوى من التتر متاعه فهمت اللي هو اخوي تختانا عاد سليم اسمعني قال لك شنو هي حكايه ريتشي قليب شنو شكون هذا سيف حميدة؟ هذا فراد فراد فمك الفيديو متاعك الحبايب اللي قال ريتش قليب قتلو ما نعرفوش هكا هو يعرف قتلو في ال تجيبوه في انترفيو فهمت ايه تفكرت قتلو انت منين قال مسنين قتلو وين مسنين قال مسنين ريتش قليب يا قلت له ما هو في الكابون ما زلت ميم قال شو معنين في الكابون انا ما زلت ميم نسك قلت له ما زلت ميم ما في الكابون قال ما زلت ميم ايتي قريب يعني تفكرت الفيديو حاسيلو انا عاودتها لك خويا انا بالسين بكل شيء اي اما فرقة تقول عود بالك خويا جاري راه ما نفرقوش على بعضنا استنى عاد هذاك خليك البايو ساعة تو خويا خلي انا خويا نبرت على ما زلت ميم وقليب يعني وين هو كل افراد اعطينا شنية خوي مهدي عاد خوي اسقال التالتة 33 حرف الثاء خوي مش موجود جملة عاد توم اترس توم هل يمشيش يسبوني عاد اوكي كس الزرقة قالوا تلاتة شنية دي تلاتة تلاتة معناها تلاتة
اسمع اخوي اي ما كيفاش عليهم تو ما باش عليهم تكمل في صحابي الجوال اخوي، كيفاش؟ كان نستنى ساعة يدخلوا في اخوي نحبهم، اخوي نحبهم كلمة يدوية نحبهم، سرتوك اخوي فراد وصفر وصاحبي حسام سنان وبرشا برشا. انت مزمر عليك تتحبهم تقعدك في السيرة تو بعد ما يا خليتها. اخويا ليك ديجا ديما ننبر انا، ديما ننبر عليهم وهم ينبروا عليا، وديك العيشه اخويا سينا بتولي تافهه القعده. اما اسمع اللهجه نتاعنا ونتاعهم ما تفرقش برشا على الساحل والكابون الساحل ولا والكابون هاي عندنا زوز، عندك الحلة فما حاجه تشبه، فما حاجه تشبه برشا. فما يعني فما الحلة، فهمت بو؟ مش الساحل الكل ما نعرفش. سيف قلب ما حسناش بيك. تحية للطبولبية اليوم أخوي سيف حميد، كمل خلطة البدوي، يا بدوي يا بضاوي. وسام اي الحسام جاوبني هذاك جاوب، البصري ما الكل تهربش على السؤال، ما تهربش. أنا ومنهم. قلت لك باش تكمل في ريتوال كيفاش تو؟ الله أعلم، بون أكثر من سنة هو سيف قال لك ما حاشناش بيك، يا محل انت اعطيني الصحيح. خويا أنا ذاك بالذات سيف حميدة ما نجمش نبعد عليه، هو عنده هذاك لا محالة، عنده شكون معناها مقرب له بالقدا، فهمت؟ خلينا نجبد العلاقات، ايه فهمت؟ شكون عنده عندك؟ شكون قريب له. يا عصام احكي معي احكي معي. اسمع الجماعة يحبوك ضاير فيهم خويا، يستنوا لك فيها تحس. ما مش مسنسهم خويا، مسنسهم بحذية في القهوة ساعات هيك، نعمل عليهم زي نمشي نعمل معاهم قهوة، فهمت؟ بلا محاولة. سينو صاحبي مش مستنسين يشوفوني برشا في اللايف، فهمت؟ قال هذا لك باش ثاني لايف يظهر لي ولا فين؟ اي شفتك مع التومي، صحيت ما مرة مع التومي هذيك، هي قال لك باش يحطوا فراد بلاستيك. سي فراد ما شاء الله عليه، هو راه كل شيء كل شيء موجود فيه، راه فراد باش نحطوه في الليل ما شاء الله عليه. اما اخويا عنده كعبة الزون يعملها 47 يحطها فك الزون، حاسيلو يعمل هك ويتيح ويكسر وجهه. اما اخويا الاربيتي يزفر له الزون هذيك، اخويا يجيني غدوه يجيني معناها بعد كونفينمون 9 نتاع الصباح، نعمل له شويه سبيسيفيك ونحطه في الليل اخويا. هاكي ديجا هاكي ديجا ما شاء الله عليه سي كامل تو يتلهى بيه. يا عصام يا سيف هاك اخويا دبرت له بلايصه يضحك. ايه هذا صحيح، هذا صحيح. ما نعرفش ما نعرفش ما زال ما أم ديجا ما حكينا في حد شيء معني على باش نعاود ولا مازال ما كلمك حد. ما فما حد شيء، ديجا سنين ماكله بعضها. احنا عندنا برشا مشاكل السنة في الفلوس، تفضلت ولا لا؟ ما تفضتش خويا برشا مشاكل. فهمتك. ايه قد دونك عندكم كم خالصين؟ برشا خويا برشا، خلي عزيز كيت قد ايه؟ فماش 5 6 شهور. يا كيك، ما عادش تحسب فما ما هو اللي ما حاله معناها، فما شكون مش مقصرين تو معناها نورمالمون ياخذ علي الريليف تو الكابيتان، فهمت؟ سي عصام رزيق فهمت، بيسكو هو كابيتان ليكيب سنة، ايه ينجم يعطي كلمه خاطر بحكم الخبره نتاعو، فهمت؟ ايه الكبيره تفضل تفضل عصام، عندك الميكرو خويا، قول كلمة باش تخليوه ولا ايه؟ او سيف حميده فاهم، قال لك ماك تعرف وضع البلاد تو نحكي لك فيهم. ما خاطر اللي تحكي له كلمتين فهمت على فلوس، يقول لك بو يعرفونا، يقول لك بو الناس الكل تعرف وضع البلاد تمر بأزمة، ديجا ما فماش أزمة توا أكثر من اللي قاعدين نتعداو بها. ايه شنو حكاية معروف هذي؟ ديما نشوفكم فيها، شنو الفاز؟ كلمة كيك عرفت، بديت اللي مش يحكي لي أي واحد حاجة فهمت، يقول لي أي حاجة عليه نقول له معروف، معناها من غير ما تحكي عليا، فهمت؟ هيك كان تقول يا اخي كبشت اللي هذا ولا شدها كجيات جبل اخويا هذاك مرجها لين، ولا حاسين هما يسمعوا فك اللي كيب ناسيونال كلها تكحر على جنب، يقولوا له يا ربي بدل، تكرار برشا تكرار خويا. راك تشوف في وضع البلاد، دونك تخلص 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 برشا برشا سامح، تخلص فماش فلوس خويا. خويا كاو. ذاك قال لك كل الواحد دار عليهم ملعب تشري في الاراضي، وسي عصام رزيق يشري فك كل واحد الكشك عرفتهم في نابل، الكل شريهم خويا ويحط في العباد تخدم، وكل فلوس وكل فلوس خويا منا وما غادي يا خويا، عين الحاسود يا خويا ما شاء الله عليك. قال لك اسمع هو وحده راه نابل، راه وقفها عصام دي نابل وحده، قال لك تموت باس عصام رزيق وتدخل. اسمع انت خلصت من الكلوب ولا لا؟ حتى الكلوب مخلي فلوس
ما شكيتش ولا حاجة؟ ديجا وقتها قدمنا شكاية لأولاد اللي أم بعد الحكم تاع ربي سليم. أنا راني جبت شكاية، بالحق، علاش؟ جبت شكاية تي خلي هكاك هكا قد خليت؟ حكاية فارغة وقتها، ما خليتش برشا تي بارابور معناها. أيوة ما شاء الله معناها 15 مليون ما همشي شوية، أما نحكي صحيح، لك أنا بارابور للعبيد اللي خليت، فهمت؟ فهمتك، ايه فهمتك. حتى هون مش تخلي مو ذاك علي سينا، قلت ماهيش برشا الفلوس اللي مش نخليهم. الفلوس اللي خليته في الكلوب ما ظهروليش برشا قدام اللي مش نخليهم توا. اسمع باي، وباي تو كما خلصوكش في تواد، تشكي ما تشكيش، كيفاش؟ اسلام شوف ما نعرفش انا تو، مازلت مش عام، واضح حتى. مازال عام خويا، مش تعمل لي 60,000 مشكله. بالك تتفضل، بالك يا خويا عندي اخويا ما شاء الله سيف حميده ينجم يخلصني الفلوس من السعوديه، فهمت؟ باهي، تحلت هو المشكلة خويا. فراد، خويا هو فراد مشاو للسعوديه تو قاعدين يجيبوا في الفلوس، وقال لك باش يقوموا بينا والله اعلم، فهمت؟ ان شاء الله عند كلمتهم. باهي اسمعني، عندنا حق في ساعة، نحنا جوست نعاود لانسي اللايف ونكمل. خويا علي بالله خليه نسلم عليه، ايه حتى علول نسلم عليه باش.